مرحبا واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بحلقه جديده من برنامج مسحه من جد. حلقتنا لليله فيها الكثير من الفكاهه والضحك والتسليه، وان شاء الله اكيد بتنسوا همومكم بعد نهار طويل قضيتوه بالشغل. خلونا نبدا مع اول مقلب بحلقتنا لليوم. الحشرات، مجرد ما نذكر اسمها بيتزرزع بدننا، فكيف اذا لقينا حشره علينا؟ تويوتا هيدا يلي عمله مع كل الموجودين معه بنادي للرياضة. متابعين بحلقتنا من مسحة منا جد، وكمان مع زميلنا تويوتا، بس هالمرة عم يلعب دور الشحاد والمشارط. خلونا نشوف شو عمل مع كل يلي التقى فيهم. مال الله، شو بدك؟ تينا عم بشحد، بي مريض و هيكلك منشحد، هيكلك منشحد. لا ما بي مريض، بلا على طول بشحد انا. الله بيرد عنك يا رب. أني ماني مستطب بالعلاج، يعني هيك لك ممشى حالك، مش تغير روح. ما في شغل بالبلد ولا خيي. طيب ماشي حلو. شو هيدا؟ ألف. شو ألف؟ قديش بدك؟ بك زبوناتي بيدفعوا 10 دولار أنا، شو ألف؟ لا أعطيني 10 دولار يا زلمة، معقول؟ لا لا روح 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 لله لله يا محسنين، لله لله لله. الله يخليك، شو هاي؟ هي بيضحكوا بال 500 بالايام. صحاب مشارك يا حبيبي، 500 بدي اعطيك اياها، شو بدك فيه؟ شو مش عاجبك؟ شو هو؟ 500 ولا اعطيك اياها مش عاجبك؟ لو كان 5 دولار ايه معقول، معقول 5 دولار؟ شو عم بتكبر فراشة؟ شو باكل؟ مال الله، مال الله، مال الله. الله يرد عنك الضربات. شو هيدي؟ شو ها؟ 1000 ليرة طولك وعرضك، معك 1000 ليرة؟ وشو عم بشحط؟ 1000 ليرة عم بشحط ولا شو عم تعمل؟ انا طبعا بشحط بزيد، اعطينا 10 دولار ولا خيي؟ 10 دولار، لك رايك اعطيك شي 100 دولار؟ لك ايه احلى اعطينا. لا لا بدي هيدا، شو هيدا؟ شو 1000 ليرة؟ من عجبتك 1000 ليرة عم شحطك 1000 ليرة يا خيي؟ انا زبوناتي كلهم 100 دولار و200 دولار. روح اشتغل لك شي شغلة. لك يا خيي معقول انت طولك وعرضك 1000 ليرة بتعطيني؟ مش عيب عليك؟ جلصها هيدا هيدا لهونيك. شو لك شو؟ روح روح عم نمزح معك. مسحة منا جد، ما بدها هالقد هالقد. مسحة منا جد، اي والله ما بدها هالقد. اتعصب وتنرفز يا خي، مش حرزان يا الخبري، خذوا اعطي معنا شوي الحكي اخذوا رد. كلنا سوا منتفق على انه التدخين مضر بالصحة، فكيف بالاحرى اذا كان هالشخص اللي عم بدخن عامل جريب؟ ابراهيم عامل جريب، مصر يدخن وعم بيسعل بوش كل الاشخاص وخاصة يلي بيولعوا له السيجارة. يعطيك العافية، في مجال بس بدي ولع السيجارة معك قديحة؟ شوي روق شوي، ما انا بدخن بس ما بعرف شو صار لي. يلا علقت هون. طيب شو بعمل لك اذا بدخن؟ مين قال لك بدخن؟ روق شوي، هديني هديني روق روق.
بدك عم بسأل لازم تساعدني عم تدخن عمرك ما تدخن روح له خيي شو بدك كبها من ايدك كبها من ايدك شو بدك كبها من ايدك شو بتدخن اذا بتتصل روح شوي روح شوي شو بدك شو بدك هي روح شوي والله معك ولا معك ولا حبيبي يعطيك العافيه الله حاضرين والله حبيبي طوشني بدك اي ما عمل ما معك وين حاط ضل شو الدخان مشان تح شو هذا زلت تحمل زلت صوب ثاني لا تكحل والله شو صار بس شو صار هذاك ايش فيك زين عطاته مكان لابوي ما ولعت ما ولعت ولع لي يا بعد ما ولعت خلص يلا روح خلص خلص عطى الولع بعد الولع حاجه كف مسحه ما نجت ما بدها الاد هالاد مسحه وما نجت ما بدها الاد اتعصب وتنرفز يا خي مش حرزان يا الخبري ما بحياتكم تقولوا ما منخاف. زميلتنا باسكال عاملة احصاء عن الخوف، خلونا نشوف شو صار بيلي قالولا ما منخاف. بدنا نسألك سؤال. اسأليني. عاملين بروجرام عن الخوف، شو رأيك بالخوف؟ في ناس بتخاف في ناس ما بتخاف. يعني حضرتك بتخاف من شيء؟ لا أنا ما بخاف إلا من رب العالمين. لا صوت مزعج، لا أذية، لا حرب، لا حيوان، لا ولا شيء ولا شيء ولا شيء. في كثير ناس بخافوا من حيوانات من أشخاص من الصغار بخافوا مو معقولة بس الكبار لا. ما في شيء بخافك أبداً؟ لا لا. طب شو بتقول عن شخص ينقص بخاف؟ ما في نزل شي مرة بحياتك؟ الناس بتكون متثاقبة هيك يعني ولا مرة خفت منك؟ لا لا ولا شيء. بوجو فينا نسألك كم سؤال؟ تفضلي. حضرتك إذا صادفت شيء بنقز أو بخوف بتخاف؟ شو كاميرا خفية يعني؟ لا عم بسأل سؤال إنه أكيد. عن الفزع والخوف إنه بوجو فينا نسألك كم سؤال؟ تفضلي. عم نعمل روبورتاج عن الفزع والخوف. شو رأيك بالأشخاص يلي بيفزعوا بخافوا؟ اللي بيفزعوا بخافوا؟ إيه؟ لشو الخوف والفزع يعني؟ هذا يعني بيكون قلبه ضعيف؟ إذا شفت شيء بنقز أو بخوف بننقز؟ ممكن. وبتخاف؟ لا ما بخاف من شيء؟ لا ما بخاف أبداً 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 ولا صوت ولا حيوان ولا صوت ولا حتى ولا صوت فزع عندي؟ الفزع اللي يخاف؟ إيه؟ حضرتك بتخاف؟ لا ولا من شيء ابدا؟ نسيت هي ما بتخاف من شيء؟ نسيت عم نعمل ريبورتاج عن الخوف والفزع حضرتك بتخاف شيء؟ من شو بدي خاف؟ انه ما في شيء ابدا بتخاف منه؟ في كثير ناس بخافوا وبينقذوا هلا اذا في شيء فجاه بيفزع الواحد طبعا يعني بتكون انت مش منتبهت مثل نقضي او شيء ايه بونجور مسيو فينا نسالك كم سؤال ايه تفضل شو رايك بالخوف خوف خوف من شو يعني حي الله شيء تخاف من شيء معين هلا خاف من الله طبعا الدرجه الاولى بس في مثلا هالكوارث الطبيعيه اللي بتصير هيدي عطت شويه قلق للناس حتى من نقزه من صوت من شيء يعني هذا طبيعي بونجور بونجور بونجورين عاملين ريبورتاج عن الخوف عن الخوف اوف تو ماتش هيك ليه بخاف ليه حضرتك بتخاف لا الحمد لله بخوف انا بتخوف لا أبداً. أبداً لا أبداً ولا صوت ولا نأزة ولا حيوان لا حتى لو كومبلير كنت تنشر ما الحمد لله إيمان قوي لا حتى من كومبلير ما بتنقذت هيدي بدينتي لأنه لا أبداً واحد عليك كومبلير ما بتنقذت بونجور كيفك مدام؟ بدنا نسألك كم سؤال في مجال عن الخوف حضرتك بتخافي من شيء؟ كل إنسان بيخاف تنقذي من شيء؟ أكيد
لا مستعجلة، بس عم نسألك كم سؤال. في شيء يعني معين بنقزك بخوفك؟ لا ما في شيء معين، حسب الظروف. يعني بتنقزي مثلا إذا شي صوت قوي، إذا ايه أكيد شي انبلة أكيد أكيد. مسحة ما نجت ما بدها هالقد هالقد، مسحة وما نجت اي والله ما بدها هالقد، اتعصب وتنرفز يا خي مش حرزان يا الخبري، خدوا عطي معنا شوي الحكي اخدوا رد ما بدها هالقد. منافع السلولار كتيرة ومساوئه أكتر، خلونا نشوف البعض منا مع زميلنا سامي أثناء وجوده عند الحلاق. معك وقت ما مالشي مش منطقي هيك، هون بدي اقص شعره اخذنا دوره
فلاش وبدك يعني تروق يعني بده الاكل يا اخي صحه وعافيه تروق وخلص تليفوناتك وانا موجود هون بالصالون اهلا وسهلا فيك بمزح ما مزحه وما جد ما بدها هالقد اتعصب وتنرفز يا خي مش فريق البرنامج قرر يشحد وما استحلوا يشحدوا إلا بموقف للسيارات. خلونا نشوف شو صار بكل يلي وقفوا سياراتهم بهالموقف. الله يرزقك يا رب، الله يرزقك يا رب. يا خلص مزعج انك تصف سيارتك وتدخل لمطعم او لاي مكان لكم دقيقه وترجع تلاقي حدا مسكر عليك السياره. هيك صار او هيدا يلي نفذه فريق برنامجنا مع كابتن منتخب الامارات راشد عبد الرحمن. خلونا نشوف كيف كانت ردة فعله. الحين ما لقيت توقفوا مباركن الا هني يعني هاي الباركنات كلها فاضيه. انا ضاوي 4 شاير صح ولا لا؟ نعم ضاوي 4 شاير صح ولا لا؟ ضاوي 4 شاير يا اخوي ما اشوف الباركنات فاضيه يعني ما لقيت توقف الا هني. وخير ان شاء الله صاحبكم يعني صاحبكم يتوقفون هني ساعه؟ لا لا كثير علي صاحبنا عم يجيب منوشي. تحركوا تحركوا يلا. يا اخوي شو ما تفهم انت؟ شو ما تفهم؟ ما تفهم؟ اتكلم بادب شوي. شو اتكلم بادب؟ يا
اخوي عندك شرطه شو بدك تسوي؟ شو عندي الشرطه؟ شو شايفني انا؟ يا هلا صير اشتكي من الشرطه؟ يا رحنا خير ان شاء الله. فيها بس ليرجع عم يجيب منقول. شو دي يا اخوي؟ تحرك بالزين احسن لك. خير ان شاء الله. العب كره يا اخوي. كيف حالك؟ الله يسلم. طيب خلص هلا شوي بس تيجي بنروح. شو؟ العب كره شوي على مطلع. شو العب كره يا اخوي؟ انت تبغاني احرك لك السياره ولا شو؟ لا ما بصير تفتح الباب هيك. شو ما بصير تفتح الباب؟ ساعه واقفني ماخرني يا اخوي، عندي شغل انا. جيب المنقوشه. شو تجيب المنقوشه؟ شو غدا هو يا اخوي؟ تحرك تحرك يلا. لا على ورا. شو؟ لا ارجع تقدر تطلع عادي مش مشكله. شو رايكم احفظ الرصيف بعد؟ لا تعقد عادي تروم تطلع. لا ما روم اطلع. حرك حرك بالزين احسن لك. زين هاي تهدد يعني؟ ما هدد بس اقول لك تحرك. يلا دقيقه بيجي الفرن. كيف؟ بيجي من الفرن عم بيجيب منقوش جبنه وزعتر بيجي من الفرن. شوي انا مشغل الليسي لو سمحت. نعم؟ مشغل الليسي يعني. خير ان شاء الله مشغل الليسي. بتحرك ولا شو حينه؟ انا مشغل الليسي. بلا ايسي بلا بطيخ يا اخوي. حرك السياره بتحرك بروح. انا احرك. نعم؟ انا احرك لك السياره. تعال تعال هني. انا بحرك لك اياها. تعال 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 حرك السياره. اقول لك حرك سيارتك. تعال هني. انا بعرف اطلعها. لا يا ابوي اقول لك حبيبي حرك سيارتك. انا بعرف احرك السياره. لحظه 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 لحظه. شو فيكم؟ خلاص ما انا بحرك لك. لحظه 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 شوي بحرك لك. شو تحرك لي السياره؟ بتكسر سيارتي تقول لي حرك السياره يا ابوي. مسحه ما نجت ما بدها هالقد هالقد مسحه وما نجت اي والله ما بدها هالقد اتعصب وتنرفز يا ريال الله يسلمكم. شو هالمقلب هذا يعني؟ ما لقيت تدقون نايمين حكي اخذ رد ما بدها هالقد لك ما بدها هالقد لك مسحه والله لا يسعدك طريه طريه يا شباب. كنت وعدتكم انه محاضرين لكم مقالب حلوه ومسليه، بتمنى انه نكون حققنا هالهدف، وطبعا نحن بنعطيكم موعد جديد بحلقه جديده من برنامج مسحه من نجد.